مرحبا بكم مشاهدي الام تي في في هذه الحلقه من بيروت اليوم، احاور فيها الصحافي والكاتب السياسي الاستاذ ابراهيم ريحان. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. يعني على شوي رح نفكرك بشارك بعمليه طوفان الاكثر، لانه من اكثر المستفيدين منها بسم الله عليك، من شاشه لوسيله تعليم لمقالات عم تعمل سكوبات فيها بموقع اساس، ورح نحكي عن ما كتبت يمكن باخر اسبوعين. سؤال بيتكرر من 27 الاول لليوم، في حرب او ما في حرب؟ وإذا في حرب ده حجم هذه الحرب رح تطال لبنان كله؟ عندك جواب، عندك قراءة؟ بلا شك. أولا شكرا على الاستضافة. موضوع الحرب هي قائمة، هلأ دور لبنان فيها هل سيكون بالاستنزاف أو بالدخول الواسع بهذه العملية؟ فالواضح أنه لبنان بحسب المعلومات صار موضوع تحديدا حزب الله وإيران والفصائل الموالية لهم بالمنطقة، عندهم خط أحمر بيعتبر مش العملية البرية بغزة، يعتبر اجتثاث حركة حماس، أنه الذهاب نحو القضاء حركة حماس، أنه كلمة عملية برية بتحمل الكثير من المعاني. صح. ممكن يكون توغل محدود، ممكن يكون اجتياح كامل، يعني كله برهن التطورات. في حال كان الهدف القضاء بشكل كامل على حركة حماس، شو رح يصير فينا نحن؟ هلا بأجواء حزب الله بيقولوا أنه في حال قضي على حركة حماس، يعني حيكون الدور نيكست على لبنان، فقد يلجأ للضرب الاستباقي والدخول في هذه المعركة لمنع سقوط حركة حماس، زائد أنه إيران بني سرديتها بالمنطقة كلياتها بتدخلها بالمنطقة على عنوان القضية الفلسطينية، فإذا فقدت أو لقيت أن ورقتها الفلسطينية الأهم اللي هي حركة حماس أو والجهاد معهم قايلة إلى السقوط، ما حتترك هذه الورقة توقع بطبيعة الحال. فنحن اليوم فينا نقول أن مثل الواقف على الحفة، يا إما نذهب نحو الهاوية والذهاب نحو الحرب والخوض المباشر ومشاركة المباشرة فيها، أو رح نكون أمام تسوية بتجي فجأة، وهيدي حتى الساعة مستبعدة في ظل الحماوة القصف الإسرائيلي والإصرار الإسرائيلي على خوض المعركة بعدود قطاع غزة. نعم، بس مثل ما قلت نحن لهلا نحن مشاركين بالحرب، يعني بلاشا. ما يبدو، بس رح نضل حتى إذا توسعت رقعة يعني المشاركة رح نضل ضمن نطاق الجنوب والمناطق القريبة، أو كمان إسرائيل رح توسع رقعة اشتباك تطال ليس فقط حزب الله ولكن لبنان، لبنان الدولة؟ هلا بتابع التصريحات الاسرائيليه، خصوصا وزير الامن بن غفير وقاده الجيش ومتحدثين باسم الجيش الاسرائيلي عم بيهددوا انه في حال دخول لبنان بالمعركه رح يكون بيساعدوا يرجعونا على العصر الحجري على اساس نحن بسيليكون نحن قرابين على الحجري لا ساعتها ممكن عم نتقدم، فساعة بتهديدات بضرب البنى التحتيه للبنان وبالضغط يعني واضح اللي عم بيشوف اللي بيقرا شو عم بيصير بغزه ما يفرقوا بين منطقه والثانيه، ما يفرقوا بين هدف واخر، يعني بيضرب مستشفى بيرجع بيضرب كنيسة وبيرجع بيضرب مدرسة للأونروا، ما في حدا يحذر شو ممكن يكون ردة فعله بلبنان، زائد أنه الأمور وإن كانت حتى الساعة لا تزال بإطار الاستنزاف وتصريحات الإسرائيليين اللي عم بيقولوا لا نريد جبهة فتح جبهة شمالية، لكن هذا لا يعني أنه لبنان بمأمن، لأنه أي خطوة غير محسوبة أكانت من هون أو من جانب الإسرائيلي رح تفجر الوضع. طيب بس يعني في تمييز بالمفهوم الاسرائيلي اليوم، في تمييز بين الدوله اللبنانيه وحزب الله او بيعتبرون واحد؟ لا، واضح كان تصريحاتهم لما صار يقولوا بنحمل الدوله اللبنانيه مسؤوليه، يعني هذا عم بيشركوا لبنان كامل كاملا كاملا بما تبقى من مؤسسات وبنى تحتيه بالحرب، وهذا النوع من الضغط كمان على الداخل اللبناني، ما بدنا ننسى انه الاسرائيليين على طول كمان بيمارسوا الضغط النفسي والضغط العسكري لقلب الجبهات الداخليه، يعني مثلا عم بصير بقطاع غزه من استهداف مدنيين، اذا بدنا نروح على اقل تقدير انه لا يطمح الى تهجير الغزاويين مثل ما عم بيدعوا، مع انه هو بلا يطمح الى ذلك، بس على الاقل اقل تقدير يطمح الى قلب الجبهه الداخليه وضرب الجبهه الداخليه لتنقلب على حركه حماس، وهذا يعني هذا احد التفسيرات، بس التفسير الابرز اليوم انه لا رايحين هن نحو التهجير، وعشان هيك عم نشوف نحن مواقف عربيه متصلبه بهذا الاطار خصوصا من الاردن ومصر، لانه لو ما كان واصل لهم معلومات عن هذه النيه ما كانوا تحركوا بهذا الاطار التصعيدي، خصوصا تلويح الرئيس السيسي بالحرب وتلويح الاردن امبارح عبر لسان وزير الخارجيه انه اي تهجير لسكان الضفه سيعتبر اعلان حرب، لانه في حال هجر سكان غزه الى مصر وما حدا تحرك فمعناتها الدور النكست حيكون كمان على الضفه الغربيه لتهجير. رح نحكي على كل عن المواقف العربيه، ولكن خلينا نضل بلبنان. علامه الاستفهام الكبرى هون السيد نصر الله الصامت الأكبر في كل ما يحصل، شو بتفسر هذا الصمت؟
طبيعه الحال الحزب كمان شاطر بالحرب النفسيه، وهذه تدخل ضمن اطار الحرب النفسيه انه يخلوا الاسرائيليين مترقبين الى ما قد تؤول اليه الامور، وصار يعني واضح عند الناس بالجو انه متى قرر السيد حسن الكلام معناتها اما اعلان الانتصار اما اعلان الدخول في الحرب، يعني مش حيكون كلامه للحديث انه الوضع كما هو عليه، يا بده يكون كلمته مؤثره بالانتقال مرحله الى اخرى او لن تكون كلمه. فحتى الساعه طالما الوضع بالجنوب لا يزال كما هو، ما حدا في يقدر او يتوقع اي متى ممكن يصير في شيء تدحرج الامور، ويمكن يبقى الوضع كما هو عليه 6 أشهر وسبعة اشهر وممكن يفجر بعد ساعه. يعني التوقع بوقوع حرب من عدمها هو خوض بالتنجيم، خلينا نسميها شوي، انه ما حدا بيقدر يملك هذا المعلومه بدقتها. بس الاجواء التصريحات كله بيشير انه اليوم بكره بعد بكره لبنان بات بقلب اليوم اخلاء المناطق القريبه المستوطنات القريبه من الحدود اللبنانيه داخل اسرائيل كمان هذا مؤشر. طبعا هو مؤشر وما حيحصل بالمنطقه مؤشر. يعني تحذيرات السفارات الاسرائيليين اول ما بلشت العمليات من لبنان نهار الاحد ب 8 تشرين، كان في ضرب على مزارع شبع وتلال كفر شوبة، من اليوم صار عم ياخذ منحى تصاعدي، كل يوم عم بيكون الاهداف اكثر واكثر واكبر. امبارح صار في تطور او امبارح قلت امبارح صار في بالعراق، صار في بقواعد الامريكيه بسوريا، في حتى اليمن اطلق 3 صواريخ وثلاث مسيرات. يعني كل نحن اللي عم نشوفه اليوم هذا بيأشر انه المنطقه ما رايحه نحو التهدئه. هلا هل الايرانيين عم بيلعبوا لعبه حافه الهاويه اللي هن شاطرين فيها كثير او لا؟ على الارجح حتى الساعه عم بيحاولوا يعلوا السقف لمحاوله لملمت الوضع في قطاع غزه، خصوصا انه حركه حماس جرت مع المحور الى هذا الى هذه المعركه. برايك جرت المحور؟ بلا شك. يعني هذه العمليه كانت قرار حماسي فقط؟ قرار حماسي نسبة لحماس، قرار حمساوي، خلينا نسميه خلينا نسميه قرار حمساوي، كانت قرار حمساوي بلا شك، لانه لو كان الحزب او ايران ضالعين بهذه العملية كنا شفنا مشهد اخر، اكان من ناحية الاستعداد على القليلة لتغطية حماس او الدخول المباشر بهيك معركة. على بحسب المعلومات على ذمة احد المصادر الرفيعة انه هذه المعركة كانت معدة الخطة ضمن كانت معدة ضمن الرد في حال استهدفت المفاعلات النووية الإيرانية، وموضوع من عام 2014-2015 قبل الاتفاق النووي، وكان أحد المشاركين فيها قاسم سليماني بالتحضير لها والتخطيط. يلي حصل اليوم أنه حماس أخذت قرار منفردي وكشفت أوراق، حماس كشفت أوراق، يعني اليوم حزب الله على الجبل الجنوبي فقد ورقة المباغة، عنصر المباغة خلص راح، أنه صار في حشود عسكرية إسرائيلية لا تقل عن 150 ألف عسكري بالجبهة الشمالية وعشرات. ولا مرة صايرة بمواجهة قبل، يعني دائما المواجهات تكون مفاجئة 100%. يعني إذا المباغة هي أهم عنصر بالحرب، في حماس أقدمت عادي بدون تنسيق. نعم. بدون تنسيق، ولما يقول المرشد الإيراني أنه فعلا ما كان معه الخبر، وحقيقة ما كان معه الخبر، لأنه لو كان معه الخبر كان المشهد مختلف كليا. التصعيد الإسرائيلي راح يكون قصف فقط، يعني قصف مدفعي وقصف الطيران، أو ممكن يروح على توغل بري؟ هلا الإسرائيليين حسب تصريحاتهم وحسب شو عم نشوف بغزة، في حال راحت الأمور المنحة التصعيدي بدهم يكونوا يعني بحالة هجوم واسع، وليس يعني ما حتكون هيدي الحرب الأخيرة. في حال توسعت الحرب حتما ستكون الحرب الأخيرة. موقف الأمريكي في تضارب، يعني في معلومات اليوم أنه أمريكا تدفع باتجاه الحرب ومساعدات جاية يعني بكثافة كبيرة إلى إسرائيل، وفي كمان معلومات تانية ووسائل إعلام أمريكية عم تحكي لها أنه بايدن طلب من نتنياهو يعني الحد من حجم توسع بالمعركة. نعم، وبلا شك بايدن طلب هذا الشيء وحكي بهذا الشيء وقال له عم يكون عندكم الحسابات الصحيحة، ما تخطئوا الحسابات كما أخطأنا بعد 11 أيلول، بس مش معناته أنه سيتخلى عن نتنياهو في بقلب المعركة. نعم. في معركة مفروضة أو معركة مشتعلة، والإدارة الأمريكية معروف التزامها بالأمن الإسرائيلي مقدم على أي التزام آخر بالخارج حدود الولايات المتحدة، يعني بين أولويتها على حرب أوكرانيا اللي هي مع روسيا. يعني الامن الاسرائيلي متقدم جدا بالاداره الامريكيه، ولا مره شفنا رئيس امريكي بيجي بحاله الحرب بيزور تل ابيب وبيلتقي بالقيادات الاسرائيليه. وبايدن تاريخيا هو من اشد المؤيدين للحركه الصهيونيه بداخل الولايات المتحده، وعنده انتخابات رح كمل كلامي على الموضوع الامريكي كمان. يعني كل ما يحصل في المنطقه وتحديدا هذه الحرب هي عنصر فاعل في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه رح تحصل السنه الجايه.
بلا شك. بل أول شيء سارع قاله الرئيس جو بايدن أنه يظهر أقصى ما يمكن من التزام الأمريكي بالأمن الإسرائيلي، وهذا بيعود لحسابات بالغ حتى لأنه في عنده انتخابات مقبلة والمبالغة كمان حتى نحكي بالسياسي من وين إجت. نهار اللي انطلقت عملية حركة حماس 27 طوفان الأقصى انضربت صورة الجيش الإسرائيلي، والدولة الإسرائيلية كليتها قائمة الجيش هو اللي بناها وليست دولة بني الجيش. بمقالك من يومين ثلاثة عن الأساطير التي سقطت نتيجة نعم في ضربوا الأسطورة العسكرية والأسطورة الاستخبارية راحت انضربت هاي. وأمريكا تعتبر أنه يعني الكيان الإسرائيلي هو الولاية 51 الأمريكية، والجيش الإسرائيلي وجيش أمريكي في القاعدة في منطقة الشرق الأوسط وقاعدة، يعني كل الكيان هو قاعدة متقدمة أمريكية هناك، وصورة أو ولاية منقولة من الولايات المتحدة ومحطوطة هون. فالطبيعي أنه يكون بايدن أخذ هذا الموقف لأنه الإسرائيليين عم بيعتبروا حالهم وسوقوا ببروباغندا اللي مشوا فيها بالعالم الغربي أنهم تعرضوا لهجمة وصارت حرب وجودية، وهي فعلا إيه حرب، يعني معركة تضرب أساس الوجود لهم اللي هو الجيش. فكمان هذا من باب الالتزام المطلق لأنه كان في خشية من تصدع الجبهة الداخلية الإسرائيلية في حال لم يكن هناك أي دعم أمريكي أو دعم غربي متسارع. وزائد كمان شفنا القادة الغربيين عم بيتسابقوا كانوا صح إلى من يعطي الدعم أكثر ويلتزم بأمن الإسرائيليين. أما بخصوص الانتخابات، بايدن يوم يعني قدر إذا فينا نقول أخذ الناخب المؤيد للتيار الصهيوني بالداخل الأمريكي، بس بنفس الوقت جو بايدن عم يخسر الناخب العربي والمسلم بأمريكا. زائد عنه في حال هذه الحرب توسعت ستضر اقتصاديا بالعالم كله، لأن الشرق الأوسط هو خزان البترول للعالم كله. فارتفاع أسعار النفط بهذا التوقيت بالذات على باب الانتخابات وباب الشتاء حينعكس على خصوصا أصحاب الدخل المتوسط اللي هن أكثرية الناخبين الأمريكيين. يعني هون عم يلعب يعني دور الداعم بالإعلام يرخي منهم بيرخي من بس أنه هل هو قادر يرخي بعد قدر يشد طبعا بس هل هو قادر يرخي قادر يمنع إيران وكل فصائل الموالي لها إذا لقيت أنه هي كمان عم تتعرض لحرب وجودية بالمنطقة أنه ما توسع الحرب؟ هذا السؤال. هو يعني في رأيين عند الأمريكان، الرأي الأول بيقول أنه إرسال المدمرات والأساطيل للبحر الأبيض المتوسط أنه للردع وليس للدخول في الحرب، بينما لا في رأي تاني بيقول أنه مش بس الردع، هدول في حال تدخل أي طرف تاني ستتدخل هذه القوات بشكل مباشر. يعني بعدنا هم المشهد غير واضح بشكل عام، وبدك تشوف هل بايدن الإدارة الأمريكية عندها القدرة لتغطية مجزرة جماعية مثل عم بيصير اليوم بغزة، ولا بتوصل لمرحلة تقول لنتنياهو خلاص ستوب؟ حتى الساعة ما في ستوب. بس الفريقين يعني كل واحد عنده رغبة بمكان ما أو مصلحة، خلينا نقول بمكان ما بالحرب، وبمكان ما عنده مصلحة بعدم انتهاء الحرب. فريقين هذا يمكن يفتح باب لاحقا لتسوية ما. 100% بس بعد هالتسوية ما واضحة ولا في أي معالم لها. التسويات الكبرى تحتاج لحروب كبرى، وهذا شيء خصوصا بالقضية الفلسطينية وصار واضح. يعني شفنا احنا كام ديفيد كانت نتيجة حرب 73، اتفاقية وادي عرب اللي عملها الأردن كانت نتيجة 67، واتفاق أوسلو اللي صار بوقت لاحق والمفاوضات بين منظمة التحرير والإسرائيليين، كل هذا يحتاج إلى حروب كبرى لترسيخ أو لمحاولة الذهاب نحو تسوية كبرى. يعني حتى ما فينا نوصل نحن أنه ليش إيران لم تكن معنية بالأساس. إيران بعد قبض 6 مليار دولار من الأمريكان بقضية إفراج الرهائن، وفي أعداد لم تتوقف برغم ما يحصل بقطاع غزة بسلطنة عمان، جلسات غير مباشرة بين مسؤولين بالأمن القومي الأمريكي مع المستشارين السياسيين بالخارجية الإيرانية. هلأ مستمرة مع كل عم بيصير؟ مستمر التواصل، مستمر عبر سلطنة عمان. كانوا عم رايحين نحو شوي شوي نحو اتفاق نووي، لأنه كانت إدارة بايدن عطت ثلاث أولويات. الأولوية كانت التطبيع السعودي الإسرائيلي، إتمام التطبيع السعودي الإسرائيلي، وثاني أولوية كانت الاتفاق النووي الإيراني، أنه في حال كان في رأي بإدارة الديمقراطية والديمقراطيين بيحبزوا كتير التعاطي مع الإيرانيين، فكان في رأي أنه إذا بدنا نروح نحو اتفاق بين السعودية نعمل اتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب لابد من إرضاء إيران باتفاق نووي جديد ورفع العقوبات عنا. فكان المناخ بالمنطقة رايح نحو محل تاني، رايح محل نحو محل تاني. السؤال هون ينبغي البحث بمرحلة لاحقة وليس اليوم، من أعطى حماس الضوء الأخضر لإطلاق هيك عملية؟ أنه هيك عملية مش حيكون نام محمد الضيف وفاق وقرر يهجم. أكيد أكيد. تفسيرك تحليلك. حماس هي عبارة عن عقار 2400 سهم
ايران بطبيعه الحال تملك 1800 سهم من العقار، في اسهم الباقي، في اسهم الباقي، في دوله قطر لها اسهم فيها بس حتما مش بالجناح العسكري، حتما مش بالجناح العسكري. تركيا لها كمان اسهم، كمان حتما مش بالجناح العسكري. في التنظيم الدولي للاخوان، حدا سال هون عن دور التنظيم الدولي للاخوان يلي بيعتبروا حالهم حماس جزء لا يتجزا منه، وله مرشد عام بتكون كمان الكلمه كلمته. يعني هل في في جهه ما ضغطت على التنظيم الدولي للاخوان لادخال حماس بهيدي المعركه؟ كمان اذا بننظر في مستفيدين، يعني مثلا بين في رغبه لحماس لاشراك الجميع وتحديدا حزب الله. يعني هل كانت هيدي محاوله كم يوم من خالد مشعل على حزب الله؟ هلا خالد مشعل للامانه يعني الواحد ينصف بالسياسه لا يعلم شيء لا عن العمليه ولا بيعرف شيء عن غرفه العمليات ولا شيء، عنده منصب عطينه اياه للارضاء بعد اقصائه من مكتب السياسي بشكل يعني من قبل جناح ايران، نحن بنحكي هلا من قبل 1800 سهم زيحوا خالد مشعل، فاعطي منصب رئيس حركه حماس في الخارج اللي هو منصب شرفي. فمنه كثير مطلع خالد مشعل على باقي الامور، بس هلا يبدو انه بيحاول يظهر نفسه انه رجل التسويات في حركه حماس والرجل المعتدل اللي فيه يحكي مع باقي الاطراف. هلا هو هل توقيته صح او توقيت غلط بيرجع لخالد مشعل هذا الموضوع، بس انه هلا القرار اليوم الاسرائيلي والغربي ما عم يفرق بين جناح سياسي لحماس وجناح عسكري، عم بيحكي حركه حماس بالكامل، ما عم بيقولوا انه في مكتب سياسي بدنا نحكي معه، في كتائب القسامة ما بنحكي معه، عم بيحكوا لانه في حركه القضاء على حركه حماس ككل. بس اللافت بكلام بايدن على سيره القضاء على حركه حماس انه عم بيقول انه زود الجيش الاسرائيلي بما يمكنه من الرد على حركه حماس. بعد حد اليوم ما استعمل كلمه القضاء على حركه حماس. هل هو بيقصد من الرد انه غطاء لقلع او اقتلاع حركه حماس، او عم بيقول لهم للاسرائيليين اضربوا بما اوتيتم من قوه بس في لحظه معينه قد يطلب منكم التريث او التوقف؟ وان طلب بايدن، هل نتنياهو يلي اليوم صحيفه معاريف عامله استطلاع بيظهر 80% من الاسرائيليين بيحملوه مسؤوليه مباشره عما حصل ب 27، هل نتنياهو وبن غفير ووزير الدفاع يوف جالانت قادرين يخرجوا من المشهد السياسي بلا اي انجاز بين اوسان يقدموه للداخل الاسرائيلي؟ وهل نتنياهو حيخرج من المشهد السياسي ويروح على الحبس بقضايا فساد؟ انا تقديري نتنياهو بولع المنطقه كلها وما بيروح على الحبس. يعني بس هذه كلها يعني مرتبطه بالحرب، كلها مرتبطه بمجريات الامور. يعني كنا في يعني من حوالي الساعه او قال شوي كمان في الاعلام الاسرائيلي حكى انه حتى اللحظه هبطت 45 طائرة شحنة عسكرية في إسرائيل في إطار الجسر الجوي وعملية نقل معدات عسكرية للحرب، واستلم جيش إسرائيلي 1000 طن من الأسلحة والذخائر ومعدات عسكرية أخرى. وفي كلام أنه قد يكون بين قنابل قد تستعمل في الأنفاق للقضاء على حركة حماس اللي قوتها بتتمركز. مظبوط، هذا الأمريكيين موجود عندهم، حتى الإسرائيليين كانوا مرحلة سابقة بأيام باراك أوباما استلموا نوع من هذه القنابل. كلها هي بنرجع بنقول مؤشرات إلى الى اشتعال الحرب. يعني اذا كانت النيه القضاء على حركه حماس مثل ما حكينا ما حيكون الوضع كما هو عليه. بس اذا انتهت هذه الحرب من دون القضاء على حركه حماس، باي شكل من الاشكال انتهت من دون القضاء على حركه حماس، حكما الاسرائيلي خسر بطبيعه الحال. هي الاسرائيليين خسروا من اول لحظه من 27، هن اليوم عم بيحاولوا اعاده الترميم حتى يمنعوا الخساره بمرحله لاحقه. الخساره وقعت لما يكون بضع مئات من المقاتلين الفلسطينيين يعني اذا ما قورنوا بالجيش الاسرائيلي، المقارنه العسكريه والتجهيز وما سوى ذلك يعني بيكونوا ميد ان تشاينا قدامهم. فاتوا اقتحموا المستوطنات الغلاف وكل القواعد العسكريه وفرد غزه، والنقطه الاهم انه اقتحموا بعض المقر السري للموساد الاسرائيلي. يعني كان في جهه مزودتهم بالاحداثيات مقرات سريه للموساد وفاتوا واستولوا على كل الداتا اللي جوا. هذا بيطرح كثير علامات استفهام، يعني اكيد كمان بمقالتك عن سقوط هذه الاسطوره الاستخبارات الاسرائيليه اللي كانت نقطه القوه الاساسيه باسرائيل وحكى عليها كثير بالمسلسلات والافلام، كان هيك يعني في اسطوره حولها. كمان في علامات استفهام انه كيف صار كل هالشيء؟ هل في تواطؤ اسرائيلي ما؟ لا، الاسرائيليين ما بيتواطؤوا لدرجه ضرب صورتهم العسكريه والامنيه اللي هن بيعتبروها الرادع الاكبر بالشرق الاوسط واللي بيرغبوا فيها لمن يريد التطبيع معهم. يعني يستعملوا القدره الامنيه العاليه كمحفز للتطبيع، محل ما بده يروح يطبعوا مع حدا بيقول لك انه انا اول استخبارات بزودك بمعلومات. ضربت هذه الصوره كلياتها على الاسرائيليين، ما حيروح يخاطروا لهيدي الدرجه بالصوره الامنيه والعسكريه. ينبغي البحث عن المستفيدين الدوليين بهذا الموضوع. نحن كان ما فينا يعني مش عم نقول روسيا دفعتهم، لا،
بس انه اذا بنحط الميزان الربح والخساره، روسيا استفادت جدا مما حصل بقطاع غزه، خصوصا تحول الدعم العسكري كله من اوكرانيا والسياسي من اوكرانيا الى يعني من كييف لتل ابيب، صار هوني. زيلينسكي ليس لديه بقى من القذائف، امبارح عم بينحكى عن عشرات الاف القذائف كانت رايحه على اوكرانيا حولت الى مطار بن غوريون، ما بقى رايحه لعنده. الدعم السياسي الغربي، التهافت الغربي على زياره تل ابيب افقد زيلينسكي نسميها الوجود السياسي بالعقليه الغربيه. واذا بنروح ابعد من هيك، نتنياهو نفسه رفض استقبال زيلينسكي، يعني كان زيلينسكي عم بيحاول يجي يزور تل ابيب مع بايدن ونتنياهو رفض استقباله حتى ما يرجع هونيك يقسطوا المساعدات. فالفكره اليوم انه روسيا اذا بنحط بميزان الربح والخساره ربحانه كثير امور واخذه موقع المتفرج. واذا بدنا ناخذ بعد ابعد من هيك، بالايام الاولى للحرب الاسرائيليين اعلنوا وقف استخراج الغاز من احد الحقول، حقل تمار بظن موجود بالبحر المتوسط. هذا الشيء بيفيد الاستراتيجيه الروسيه يلي عم بتحاول قطع اي بديل عن الغاز الروسي للغرب قبل دخول الشتاء. واذا بنشوف قبل المشهد الابعد، بوتين من اول لحظه عم بيرجع يحكي بموضوع حل الدولتين وحل القضيه الفلسطينيه بدون ما ياخذ مواقف حاده من الاسرائيليين، وكانه عم بيحاول يفوت على البوابه السياسيه للمنطقه لمحاوله اعاده الاعتبار الروسي على الساحه الدوليه السياسيه بالدرجه الاولى، وكذلك الامر الصين اللي هن كمان روسيا والصين. الاسرائيليين بغض النظر عن تحالفهم غير المحدود زي ما بده يتسمى بالسياسي مع الاسرائيلي مع الامريكان، بس بنفس الوقت بيحرصوا على احسن العلاقات مع الصين ومع الروس. فحتى امبارح في الصحف الاسرائيليه تنتقد نتنياهو لانه وصل العلاقه مع الروس الى ادنى مستوى لها بال 80 سنه الموجوده من 48، انه الاتحاد السوفيتي كان اول دوله بتعترف بشو اسمه باسرائيل. نعم. كان اليوم عم بيقول انه انت هذا اول دوله اعترفت فينا، صارت الحاله السياسيه مع يعني مضعض على العلاقه السياسيه. فبطبيعه الحال روسيا تستفيد بكثير نقاط بهذا الموضوع. حكيت كمان بما لك من ثلاث ايام عن اجتماع صار بالبيت الابيض بين رئيس بايدن. نعم. هذا اكيد كل هالشيء صار قبل استهداف المستشفى طبعا في غزه، اجتماع مع بين رئيس الامريكي جو بايدن، رئيس السي اي ومدير مكتب الامن القومي. نعم. وحكيت تقريبا محضر هذا اللقاء. نعم. هو كيف حصلت على المحضر؟ بنحصل عليه من المصادر. بس خبرنا عن هالاجتماع. الاجتماع كان بإجازة امني عشيه توجه بايدن الى المنطقه، عم بياخذ بعين الاعتبار عوامل الربح والخساره الامريكيه فيما يتعلق في حال توسعت المواجهه بالشرق الاوسط. كان احد البارز انه كان في موضوع قتل الطفل الفلسطيني بولاية شيكاغو. صح. بمدينة شيكاغو على أيدي أحد المسنين كمان الأمريكيين، يعني كانوا عم بيطرحوا، هذا كان أحد الأسباب المطروحة على الطاولة، أنه الكراهية ترتفع بين المسلمين واليهود ولن تبقى في الشرق الأوسط، إذا بلشت بأمريكا بشيكاغو قد تنتقل ولاية لأخرى. يعني عم نحكي إحنا أمريكا في بقلبها 7-8 مليون يهودي وبقلبها ملايين المسلمين، يعني ما في عدد معين، بس في 7 مليون يهودي موجودين هناك وعدد غير قليل من المسلمين والاصول العربيه موجودين هون. فهيدا يعني كان في جرس انذار يقرع بهذا الموضوع، جرس انذار يقرع بخصوص اسعار النفط في حال قررت ايران توسيع المعركه. امبارح شفنا الحوثي عم بيطلق صواريخ كان من اليمن باتجاه فلسطين المحتله، فشو بيمنع بكره الحوثي اللي اطلق صواريخ على اليمن انه يسكر البحر الاحمر امام حركه التجاره وحركه النفط؟ مين بيمنع هذا الشيء كله؟ رح يتاثر فيه المواطن الامريكي او الناخب الامريكي داخل، وحتى الدوله الامريكيه بتتاثر بارتفاع اسعار النفط، انه ارتفاع الاسعار سينتج عنه تضخم وطبع عملي اكثر، يعني بتصير حتى امريكا يعني مش هنقول مهدده اقتصاديا، صعب نقول مهدده اقتصاديا، بس تتاثر الى درجه كبيره مما يحصل في الشرق الاوسط. وزائد القواعد الامريكيه الموجوده بالمنطقه والوجود الامريكي بسوريا والعراق تحديدا، او خلينا نسميه مثل ما بيسموها الايرانيين منطقه غرب اسيا مهدد، يعني اذا في حال كانت ايران وفصائل بدها تفوت بهذا الموضوع. ونحن شفنا امبارح بلشت ارهاصات من هذا الامر، ضرب على قاعده عين الاسد بالعراق، وفي قتيل امريكي سقط لاول مره يعني خلال الحرب هذه، في استهداف لقاعده كونيكو بشرق دير الزور، لقاعده التنف استهدفت اكثر من مره وليس مره واحده، يعني في بوادر اشتعال اكثر تصيب الامريكيين بشكل مباشر. كان عم بيقولوا له بالاجتماع لبايدن انه في حال تعرضت الصوره العسكريه الامريكيه بالشرق الاوسط الى ضربه ونجم عنا قتلى واجوا الى الولايات المتحده قبل الانتخابات ستخسر الانتخابات. موضوع الرهائن لدى حركه حماس او الاسرى لدى حركه حماس
كان موضع نقاش، خصوصا حملة الجنسية الأمريكية، أنه أمريكا تعد من أكثر الدول التزاما بأمن مواطنيها، إذا ما قدرت ترجعهم إذا رجعوا أحياء شيء، وإذا رجعوا بالتوابيت شيء تاني حيكون تأثيره، حيكون شيء تاني. تصاعد المعارضة اليهودية للحرب بالداخل الأمريكي، يعني يهود نيويورك شفنا امبارح كيف عم بيتظاهروا، في اقتحام كان حتى لليهود، لمتظاهرين يهود للكونغرس عم بيطالبوا وقف الحرب. يعني في الاصوات هذه كلياتها عوامل تجعل كانت اداء لانه يعطوه يرنوا له الجرس لبايدن. بس السؤال، هل بايدن قرر اطلاق يد نتنياهو الى الاخر بالحرب او لا؟ هذا شيء بيقرر بيكشف عنه الميدان ولا حدا تاني. بس يعني الامريكي عم ينظر الى الحرب في المنطقه من منظار انتخاباته، مش بس من منظار المسرح الاسرائيلي. لا بده اكيد هو بده ينظر لمنظار المسرح الاسرائيلي بلا شك، بس بنفس الوقت بده يشوف ارتداداتها على امريكا بالداخل. يعني إذا كانت الحرب ستندلع بالشرق الأوسط وتبقى بالشرق الأوسط، أمريكا بعيدة. شو موقفه الأمريكي رح يكون بالحرب، الداعم أو المشارك؟ يعني كمان حكى عن 2000 جندي أمريكي في حالة تأهب. هدول 2000 جندي حتى الساعة ليسوا مشاركين، بس حملة حملات الطائرات والمدمرات البحرية الموجودة، هدول مرهون تدخلهم بتوسع الحرب. يعني إذا كانت إيران فايتة بالحرب طبيعة الحال تحديداً ستتأخر. مشاركة حزب الله بلا شك، هذه الرسائل الدبلوماسية اللي عم يتنقلوها كانوا الحزب الأمريكان عبر الوسطاء. ممكن تكون أهدافهم لبنانية؟ أكيد حتكون أهدافهم لبنانية، يعني بحسب المعطيات من الدبلوماسيين بلبنان. على في موقع أكسيوس طرح موضوع التدخل الأمريكي، حكى عن أنه بايدن طلب من نتنياهو ضبط الرد الإسرائيلي على أي استهداف من حزب الله، وحذره من الانزلاق إلى تصعيد خطير على هذه الجبهة. كده عم نقوله بقى. أكسيوس بس ينقل صدقوا انه يعني باراك رافيد هو صاحب المعلومه، يعني باراك رافيد مطلع على دوائر القرار الاسرائيليه جدا، فلما تيجي هيدي المعلومه تطلع من هيدي بتتعلق بالحسابات اللي كان بالايجاز اخذها بايدن من ويليام بيرنز والمدير السي اي اي وجيك سوليفان اللي هو رئيس مدير مكتب الامن القومي. فهدول هيدي التحذيرات اخذها على محمل الجد بايدن. بس اليوم القرار الامريكي يتراوح بين، يعني عم بيمشي على طريق ضيق حد السيف، عم بيمشي بين ضمان المصلحة الإسرائيلية وضمان التفوق الإسرائيلي وعدم تعرض الجيش الإسرائيلي ضربه مماثلة مستقبلا. يعني الهدف من الغطاء مش بس أنه يضرب حماس، يريد ضمان أن لا يتعرض حدا للجيش الإسرائيلي بهيك ضربة بالمستقبل، وعدم توسع الحرب هو الخط الثاني حتى ما توصل الشظايا إلى داخل الولايات المتحدة. وحتى عم نشوف في اعتراض سياسي بداخل الإدارة، يعني امبارح كان في استقالة ده احد المدراء السياسيين بالاداره الامريكيه بالخارجيه احتجاجا على ما يحصل في غزه. يعني هيدا التصاعد الاصوات المعارضه كمان بدها تدق جرس. انا ما ننسى كمان الحزب الديمقراطي بنهايه المطاف في قسم كبير منه يساري، واليساريين ما فيهم يحملوا هيدا الغطاء الى ابعد الحدود بهيك موضوع، وان كان بيتعلق الامر بالاسرائيليين، بس منهم من التيار اللي بسموه بامريكا التيار المسيحاني اللي بيطلق يد الصهيونيه بكل الاسس. وكلنا رح كمل حديثنا معك عن احتمالات الحرب، وكمان رح نحكي بعد الإعلان عن نتائج هذه الحرب في حال اندلعت نتائجها الاقتصادية مع زميلك عماد شدياق. متوقف مع الصراحة مع الإعلان، متابع بعد بيروت اليوم. متابع بيروت اليوم مع الصحافي والكاتب السياسي إبراهيم ريحان. الموقف العربي، نعم، في اليوم كمان تأكيد لولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء على عدم رفض استهداف المدنيين في غزة، كيف هذا الموقف؟ هو طبعا كيف يعبر عن التوجه السعودي بالتعاطي مع ملف القضية الفلسطينية، وهذا كان يعني مسار بدأ بثمانية تشرين الأول مع خروج أول بيان لوزارة الخارجية السعودية اللي كان بيحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما قالت إليه الأوضاع. يعني هذا البيان صدر بعد ما اتصل أنتوني بلينكن وزير الخارجية بالوزراء الخارجية العرب وطلب منهم إدانة فعل حماس، فخرج بيان وزارة الخارجية السعودية يحمل سلطات الإسرائيلية وسلطات الاحتلال ما وصلت إليه الأمور في قطاع غزة بسبب الممارسات المستمرة بقمع الفلسطينيين. بعدين طلب بلينكن لقاء ولي العهد السعودي، وأول شيء كان في رفض، تأخر اللقاء أنه كان المواعيد مزدحمة، في ما في وقت، راح إلى أبو ظبي. المواعيد مزدحمة، هي رسالة سياسية، هي رسالة سياسية بلا شك، لأنه السعودية كمان نحن بدنا ننظر
العمق العربي والإسلامي للسعودية، ما فيها السعودية تكون غطاء لما يحصل في قطاع غزة، وهذا شيء واضح كان عند القيادة السعودية والرفض السعودي بالمواقف التي طلبتها الولايات المتحدة منهم. وبالإضافة أنه السعودية كانت عم تتفاوض مع الولايات المتحدة وليس مع الإسرائيليين حول التطبيع، وضمن اتفاق سياسي كبير بين يجمع الولايات المتحدة والسعودية، الاتفاق من السوري أمريكي سعودي. فأحد أهم أركانه كان القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية، بدل ما أخر البت فيه كان طبعا، وإقامة دولة فلسطينية على أساس حل، يعني حل على أساس الدولتين مع إقامة دولة وضمان حقوق الفلسطينيين. إذا نتنياهو بده يروح يهجر سكان قطاع غزة، أي دولة فلسطينية بدها تقوم؟ وهذا اللي بالطبيعة الحال رح يصيب التوجه السياسي للسعودية بالمرحلة المقبلة، ورح يصيب التوجه نحو الاستقرار، لأنه وإن هجر قطاع غزة نتنياهو، إذا ما في دولة فلسطينية قائمة بحد ذاتها دولة فعلية وليس دولة خطيئة أوسلو، يعني الدولة بدها تكون قائمة بكل أركان الدولة، ما حيكون في استقرار بالمنطقة. هو كل استقرار الشرق الأوسط محطه حل القضية الفلسطينية، فكل الممارسات الإسرائيلية حتى اليوم لا تصب بإطار حل القضية الفلسطينية قطعا، بل بحاول التدمير القضية الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية. وعشان هيك كنا عم نشوف الموقف السعودي المتصاعد كان بالخارجي، ومرحلة لاحقة كان في اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية بالمنظمة التعاون الإسلامي بالسعودية، واليوم في قمة كان عربية مع دول آسيان كمان خرج بده يخرج منها مواقف تتعلق بما يحصل بقطاع غزة. يعني هذا التصاعد السعودي الدبلوماسي والسياسي مستمر من اللحظة الأولى بسبعة تشرين وصولا إلى اليوم، لم يهدأ لمحاولة وقف آلة الحرب الإسرائيلية. وإن كان حدا متوقع أن السعودية تعطي الغطاء لهذا الأمر، لن يحصل هذا كمان. هذا بشكل إحراج للأمريكيين بلا شك، مش بس أنه في موقف لم يكن بس سعودي، كان في موقف مصري صح. نحكي عن الموقف المصري، ولكن في حال اندلعت هذه الحرب، وهذا شيء اللي بيخشي اللبنانيين جميعا، ما ستكون التداعيات الاقتصادية؟ معنا زميلك عماد شدياق في موقع أساس. تفضل عماد، حكيت اليوم بمقالك عن الدولار والكهرباء أكثر المتضررين من هذه الحرب في حال اندلعت، لماذا أكثر المتضررين؟ مساء الخير داني إلك ولزميلنا الزعيم. يعني فينا نعمل مجلس تحرير صار لأساس. صراحة بحال اندلعت الحرب، ونحن طبعا نتمنى انه ما يصير هذا الشيء، بس اول ضحية رح تكون بطبيعة الحال سعر صرف الدولار. نحن بنعرف انه مصرف لبنان من بعد ما فل رياض سلامي الحاكم الجديد، يعني هيك ارسى شوية توازن لاستقرار سعر الصرف بالاساليب اللي قادر عليها. يلي عمله مصرف لبنان انه خلق طلب مصطنع على الليرة من خلال الرسوم والضرائب يلي بيضطروا اللبنانيين انه يصرفوا دولارات ليروحوا يدفعوها، لانه ما مثل ما انك شايف داني اليوم ما في طلب على الليرة صح. يعني صح. الناس ما بحاجة لليرة، اذا معك دولار بجيبتك بتروح لوين ما كان، حتى للباركينج في تعطيه دولار صح. من خلال دفع الضرائب صار في بالانس ما بين العرض والطلب بين الدولار والليرة، لانه الدولة شغالة. اليوم اذا صار في حرب وقفت هيدي الصناديق، سكرت الدولة، يعني ما بعود في حدا بحاجة انه يصرف ليرات، لانه ما في دولة ما في صناديق، حتما بده يطلع سعر صرف الدولار. واذا طلع سعر صرف الدولار، يعني مصرف لبنان ما عاد قادر يستمر انه يأمن للدولة الدولارات المطلوبة لحتى تكمل بالتزاماتها، لانه هو عم ياخذ منها هيدي الليرات اللبنانية اللي هي عبارة عن جباية ليرات ويشتري فيها دولار. شو بده يعمل بهذه الحالة؟ كيف بده تصرف الدولة على نفسها؟ بس كمان التداول رح يتراجع نتيجة الحرب. طبعاً كل شيء رح يتراجع ما في شك، والأسعار رح تطلع واصلين لهي، بس بالاحتياطات يا بده يصير مصرف لبنان مضطر يصرف من الاحتياط أو ما تبقى من الاحتياط اللي هو 8.5 تقريباً مليار دولار، ومثل ما نحن بنعرف إنه هيدي الخرطوشة الأخيرة يلي محتفظ فيها مصرف لبنان لحتى يرجع يقلع الاقتصاد من جديد من بعد الإصلاحات. يعني إذا صار في حرب نحن بنكون عم نقضي على آخر خرطوشة، إلا إذا أخذ خيار مصرف لبنان إنه يطبع ليرات مجددا، وبهيدي الحالة كمان فوق ارتفاع سعر الصرف بنكون نحن عم نزيد الارتفاع ارتفاعا وعم نتسبب بتضخم. هلا طبعا لما يطلع سعر صرف الدولار أول شغلة بدها تصير بدها ترتفع أسعار كل شيء. والحرب إذا توسعت عنا بلبنان، يعني عمليا من منظار عالمي توسعت أبعد من إسرائيل وفلسطين، بده يطلع سعر النفط برميل النفط اللي هو
واقف على دقره يعني، والاسواق عم بتراقب شو عم بيصير. بهذه الحاله اذا طلع سعر برميل النفط كل شيء بده يطلع غير المحروقات اللي بدها ترتفع مرتين، اول مره وقت اللي ارتفع سعر صرف الدولار وثاني مره وقت اللي ارتفع برميل النفط. اللي بده يصير انه بده يرتفع سعر المازوت، وقت اللي بيطلع سعر المازوت نحن بنعرف انه كل اللبنانيين عم يستمدوا الطاقه من خلال الاشتراكات. جايين على شتوية. يعني الاشتراك بده يطلع كثير، الناس بدها تصير تقعد يا بلا كهرباء لانه مش قادره تدفع سعر الخمسه امبير، يمكن يوصل لل 150 200 دولار ما بعرف هداك الوقت، لانه نحن قاعدين تحت رحمه اصحاب المولدات. ووقت اللي بيكون في شح، اذا اعتبرنا انه ضلت المرافق العامه شغاله مثل المرفق والمطار وما تضرروا وقدرنا نجيب محروقات من الخارج، يعني حرب تموز 2006 كلفت لبنان بحدود ال 10 مليار دولار، اذا وقعنا بهيدي الحرب الله اعلم وين ممكن. بس وضع مختلف، وضع مختلف مختلف اليوم، لانه الناس ما معها مصاري بالمصارف قدرت تسحبها، ولا حدا من الدول قادر يساعدنا او مستعد يساعدنا، يعني صحيح. كل ضرر بيوقع هذا صعب يتصلح. وفي شغله كمان انه بهداك الوقت بال 2006 لمن يذكر كان حزب الله وقتها يعني فينا نسميه معارضه، كان في حكومه صح. حكومه الرئيس فؤاد السنيوره، في كان تعاطف شعبي حتى معه اكثر من اليوم. نعم اليوم انت اللي بالسلطه هن حكومه حزب الله، يعني يعتبر الحكم اليوم بيد حزب الله. يمكن هيدا عامل شوي لصالح لبنان انه خلى حزب الله يعيد حساباته اكثر اذا بده يخوض الحرب او ما يخوضها، لانه بيعرف انه اللبنانيين مش قادرين يتحملوا، هو سيتحمل تبعات هذه الحرب مباشره لانه هو ليس مقاومه اونتر دو جيمي، فحسب هو المسؤول عن السلطه بلبنان وهو يديرها كما يريد. نعم يعني في كمان متابعه عماد للموضوع الامن الغذائي، وفي كان يعني تطمينات انه الامن الغذائي ليس مهددا، وفي يعني مخزون غذائي بكفي الى 6-7 اشهر لقدام. عندك شيء بهالموضوع؟ بالحاله الطبيعيه ثاني، بس وقت اللي بتصير انت بحاله حرب حتما الدوله بيصير في عندها التزامات اخرى واضافيه، يعني اللي هن معتبرينه انه قادرين يغطوا فيه بدل قمح او رواتب لاخر السنه ممكن يصرفوه هذا بايام. بالحرب الواحد ما بيعرف خصوصا رح يصير فيها هلع عند الناس ورح يصير في اقبال اكثر. طبعا واذا طلع سعر صرف الدولار، يعني اذا هن عم يتدخلوا بالسوق، يعني مصرف لبنان عم بيتدخل كل يوم بيجي مانيفست من وزاره الماليه بيعرف قديش لموا من الصناديق، وعلى ضوء هذا الرقم اللي عرفه بيتدخل فيه بالسوق. اذا ما عاد في قدره على معرفه قديش عم تلم الصناديق لانه اوريدي هي ما عم تلم شيء. يعني اذا بده يتدخل وبلش يطلع سعر الصرف حتما بصير عم يستنزف هو الليرات اللي موجوده معه لانه صارت عم بتجيب له دولارات اقل، وبهذه الحاله بده يصير يعطي اغراءات اكثر للسوق لحتى يضب دولارات منها، بالوقت اللي الناس ما بتكون محفزه او مهيئه انها تروح تصرف دولارات لانه انت بحاله حرب. يعني بنكون رايحين على كارثه بكل ما الكلمه من معنى، ومش رح نقدر او الدوله او الحكومه تقدر لوين رايحه الا ما تعيش اللحظه وان شاء الله ما نعيشها. ان شاء الله كمان رواتب القطاع العام والخاص رح يتاثروا حكما. حتما يعني اليوم شفنا بالزميلي نداء الوطن كاتبين حول هذا الموضوع انه بحدود ال 100,000 مؤسسه او 100,000 موظف سوري بدهم يتاثروا بموضوع الرواتب، لانه في كثير اشياء عم تتغير بسبب غياب القطاع المصرفي، ما عاد في يعني صار كل الشغل على الكاش. في شركات بلشت تنقل يعني او حتى بلان بي للنقل، انتقال اما على قبرص او على تركيا او على الاردن، يعني دول مجاوره لنا. هذه للشركات اللي موجوده خارج لبنان. نعم. بس نعم. الشركات اللي موجوده داخل لبنان او لبنانيه وهي بالسواد الاعظم للشركات، هون المشكله عندهم، يعني مش عند الشركه الاجنبيه اللي ممكن تفل. هدول يمكن ما بيشكلوا اكثر من 10% من الشركات الموجوده بلبنان. نعم. يعني في مشكله رايحه على القطاع الخاص بحال فتنا على الحرب، وطبعا القطاع العام، القطاع العام مهدد اكثر من القطاع الخاص لانه هو يعتمد على الاستقرار وعلى استهلاك الناس لجلب الدولارات حتى يقبض رواتبه. يعني التوليفه اللي صارت موجوده عندنا بالقطاع النقدي شوي سورياليه، يعني تخيل انه الدوله بتقدر تحصل مصاري كل ما نحن استهلكنا اكثر، كل ما رحنا واشترينا. يعني عمليا انت بحاجه لاستقرار بالحياه المعيشيه عند اغلب اللبنانيين لحتى يكون سعر صرف الدولار مستقر. اذا نحن بنوقف استهلاك بيطلع سعر صرف الدولار، هذه معادله ما موجوده بالعالم كله.
هكلها يعني احنا عم نحكي عن احتمالات اندلاع الحرب وتداعياتها، ان شاء الله ما تندلع هالحرب. انا بتشكرك كاتب الاقتصادي في موقع اساس عماد شدياء، شكرا لك. الصين ممكن هي تكون الوسيط؟ الخشية هلا من الصين ما تفتح شهيتها على تايوان اكثر ما تكون وسيط الصين، لانه يعني اذا بوتين بده يضم اوكرانيا واليوم نتنياهو بده يريد ان يجتاح غزه، شو بعد بيمنع الصين من الذهاب نحو تايوان؟ شو بعد بيمنع الصين تتحرك نحو تايوان في حال الولايات المتحده هلا توقيت مناسب غرقانه قدام جبهتين من اهم الجبهات لها، يعني الجبهه الاوكرانيه والجبهه الاسرائيليه، يعني هدول اولويتين بدها تكون ترتيب. تايوان اكيد لن يتقدم مع هدول الاثنين، الخشيه اليوم انه الصين تكون هوني، بس ايه بالمنطقه بتقدر الصين تلعب دور معين، بس الالتزام السياسي الاسرائيلي للولايات المتحده ولواشنطن، هل في هامش يسمح للصين بالدخول؟ لانه اذا دخلت الصين وروسيا على خط الحل بالمنطقه هذا مع يعني كسر الاحاديه القطبيه، بطل يعني التاثير فقط للولايات المتحده، صار في معها لاعبين اخرين بدها ترضى فيهم اقطاب بالعالم، فطبيعه الحال لن تقبل حتى الساعه الولايات المتحده. يعني بايدن يوم كان عم بيقول انه بوتين خسر الحرب في اوكرانيا، يعني عم بيقولوا لبوتين لا اريدك ان تكون قطبا في بهذا العالم، ما في بدهم. الولايات المتحده كل هلا سياستها تطمح نحو الدفاع عن مبدأ الأحادية القطبية بالدرجة الأولى، يعني ما يحصل بأوكرانيا ما يحصل اليوم على الجبهات بغزة كله يدخل بإطار عزم الأمريكان على المحافظة على مبدأ الأحادية القطبية. حكينا عن الموقف السعودي وموقف ولي العهد السعودي، الموقف المصري موقف الرئيس السيسي. نعم، موقف المصري ينبع أولا من موقف وطني مصري خالص يتعلق بالأمن القومي المصري، وكمان بدرجة لا تقل أهمية من مبدأ أن مصر هي مقر جمع الدول العربية ولها الرمزية العربية ولها الصلة التاريخية بقطاع غزة مصر، فأي محاولة تهجير الفلسطينيين من هناك يعني حتما التأثير على مصر. وبدنا نروح بعد أبعد من هيك، في مشاريع إسرائيلية مبنية مستقبلا بتضر بشكل مباشر بالأمن القومي والاقتصادي المصري. إذا بنبلش من سد النهضة المدعوم إسرائيليا، هذا يستهدف نهر النيل يلي مصر طبيعة الحال كل زراعتها تعتمد على نهر النيل، وإذا بدنا نروح إلى ما تنوي إسرائيل تخطيطه ما يعرف بقناة بن غوريون يلي تصل البحر الأحمر عبر إيلات للبحر المتوسط، هذا يعني محاولة إسرائيلية لضرب دور قناة السويس. فمصر اليوم هي كمان تواجه خطر لا يقل يعني على داخلها أمن القومي ووجودها، لما تجد مصر تحكي أنت نهر النيل وقناة السويس عم تحكي عن وجود مصر، فالخشية يكون أنه تهجير سكان قطاع غزة وإن كان في مغريات قدمت 20 مليار و 30 مليار دولار، هل اللي بيعوضوا خسارة قناة السويس وبيعوضوا يعني قناة السويس وخسارة نهر النيل؟ قطعا لا بالنسبة لمصر، يعني ما ننسى مصر 120 مليون نسمة، إذا بدك تعطيهم 10 مليار و 20 مليار و 30 مليار يعني كمان مصر عم تنظر لما يحصل في غزة من باب التضامن من جهة طبعاً. العربي مع غزة ومع الفلسطينية، ولكن من ناحية تانية بمصالح حيوية وترقى إلى مصالح وجودية بالنسبة للمصريين، وعشان هيك عم نشوف خطاب متصاعد من قبل القيادة المصرية وقد يتصاعد أكثر. يعني كان إذا امبارح كان في تلويح من الرئيس السيسي بأنه ما تهجير سكان قطاع غزة يعني إعلان حرب، هلأ في مناورات بالذخيرة الحية للجيش المصري، يعني في كان اليوم مع المساعدات إرسال قطاعات من الجيش المصري على معبر رفح، يعني قطاعات من الجيش عم تدخل سيناء. نحن إذا بنرجع اتفاقية كام ديفيد شو بتعني دخول القوات العسكرية إلى سيناء؟ هذا لا يعني حتمية أنه مصر دخلت بالحرب، بس هذا يعني قد ايه مصر تنظر إلى ما يحصل بقطاع غزة بعين الخطورة والجدية، وقب لحظة معينة إذا لقيت أمن القومي مهدد مصر بتاخذ خطوات، يعني معروفة بهذا الشيء. نعم، بكامل مساحة العربي ما شفنا العالم العربي ما شفنا التحركات الشعبية الكبيرة تضامنا مع الفلسطينيين. نعم. بالمقابل شفنا يعني بالأردن يمكن بكم بلد، بالمقابل بلبنان شفنا تحركات من نوع آخر وشفنا متظاهرين فشوا خلقهم باللبنانيين. صحيح، يعني لا بالإسرائيليين ولا بالأمريكيين. صحيح، بممتلكات لبنانيين. صحيح، شو رأيك بهذا المشهد اللي شفناه من يوم ما حصل بعوكر؟ عوكر ومناطق، خلينا نبلش بعوكر بالتحديد بعد المؤسسات وخصوصا بعوكر. ما حصل بعوكر بالتحديد، نبلش من هون، كان يعني خطيئة للقضية الفلسطينية، مصيب يصيب لصورة التضامن مع القضية الفلسطينية.
بغض النظر من كانت الجهة المنظمة بعوكر، بس هذا هل هذا المشهد يليق بظل قدام جلل الحدث يلي صاير بقطاع غزة، أنه شو خص محلات اللبنانيين وإن كان يملكوها ناس محملة جنسية أمريكية، شو خص المحل بسياسة الدولة؟ أكيد. يعني هل إحراق المحلات بعوكر يؤثر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة؟ يمكن بأمريكا معهم خبر شو صار هون، يمكن أصحاب المؤسسات زعلوا يمكن على أطفال غزة أكثر من اللي يمكن أصحاب المؤسسات المحل. يكون بيناتهم من هو متضامن مع القضية الفلسطينية أكثر من اللي عم يحرق. كان الواضح كان في ناس عندها نية التخريب ونية الأذى وليس التضامن مع القضية الفلسطينية، وبنفس الوقت يعني من وقته هيدي المشاهد؟ أكان أمام السفارة بعوكر، أمام طريق عوكر وليس أمام السفارة، يعني بيعرف منطقة بعيدة فعليا عن السفارة، أمام ما حصل في عوكر على الممتلكات، وكمان بنفس الوقت على الخطاب الذي يتصاعد بالمقابل، لأنه هذا المشهد بده يقابل بخطاب مضاد. هل هذا هو وقته اليوم في حال البلد كانت داخلة إلى حرب أم لا؟ هل هو وقته هذا الخطاب اليوم؟ يعني اليوم اللبنانيين بأكثر لحظة يحتاجون إلى التضامن وليس إلى التباعد والتناحر على مواضيع يعني مش وقتها. يعني حتى وإن اندلعت الحرب، يعني وإن دخل حزب الله الحرب، مش حيكون وقته بأول بإطلاق النار للحزب تعلن حاسبك فت على الحرب فت على الحرب، لأنه لن يؤثر على قراره بشيء. يعني ما وقته هلأ. تاني شيء، ما ذنب النازح من الجنوب ومن الضاحية أو من البقاع أنه يتحمل مسؤولية ما يحصل؟ يعني ينبغي أن يكون هناك وعي بالتخاطب السياسي بهذا الموضوع. لن يعني ما حدا في مين بيقدر يحمل، يعني إذا كانت الحرب مشتعلة واللبنانيين عم بيتقاتلوا بين بعضهم، يعني منه مشهد عقلاني. على الأحزاب المعارضة أن تتبنى خطاب كلنا ضد الحرب، ما في حدا مع الحرب، وكلنا أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، بس هل اليوم إذا نحن جينا قلنا أنه ما بدنا نستقبل النازح من الجنوب يؤثر على قرار الحرب والسلم؟ ولن نسترده للدولة، هذا ما وقته. يعني هلأ النقاش بهذا الموضوع ما أنه وقته، فاللي وقته أنه العمل على خطة الطوارئ، على عمل على بحال صار في حرب تروح الدولة تشوف نبدأ تجيب قمح، في عندها تركيا وعندها روسيا، تروح تشوف نبدأ تجيب قمح بأسرع وقت ممكن. هلأ كان في مجلس وزراء يعني امبارح، بس كل التحركات عم بتصير على الصعيد الرسمي منا بمستوى المرحله، لا منا بمستوى المرحله ابدا. الرئيس مئاتي سلم انه القرار مش عندي، بس اوكي بس في اشي عندك. الرئيس مئاتي الله لا يجعله بديار حدا بهيك وضع للرئيس مئاتي، ليس لا يعني منه رئيس حكومه الطوارئ للاسف، لا بحاله السلم ولا بحاله الحرب. يعني حتى لو وان كان الواقع وكلنا بنعرفه انه وين قرار الحرب والسلم، هل في رئيس حكومه بيطلع بيقولها بهيدي الطريقه انه وين عايشين انتم؟ هون عايشين انتوا، قول يا عمي علي نعم عم نعمل اللي علينا كسلطات لمنع تدهور الامور، بس اطلع انت بدك تكون مسؤول. يوم ما في غياب رئيس جمهوريه وانت رئيس حكومه تصريف اعمال، يعني البلد اداريا متاكل، بدك تكون على قدر المسؤوليه. الوزراء ينبغي ان يكونوا على قدر المسؤوليه، وزير الاقتصاد، وزير التجاره، وزير الصحه، يعني هل تفقدوا المستشفيات شو ناقصها شو عندها حاجات؟ في مستشفيات ميدانيه بلبنان، في مستشفى المصري، مستشفى الاماراتي، في كله هذا، بس انتم هل تفقدتوا شو في حاجات؟ حاجه اللبنانيين للمحروقات، عرفتوا شو عندكم؟ قدرتوا تستجروا؟ هل حتحاولوا انه اذا صار في محاوله حصار اسرائيلي تكون في خط على اي لادخال المحروقات الى السوق اللبناني؟ المحروقات والمواد الغذائيه، يعني والمواد الغذائيه والادويه، هل لجأتوا وعملتوا شو ناقصوا لبنان؟ ما وقت اليوم الوقت للعمل. الحساب السياسي والاخذ والعطاء السياسي بيجي مرحله لاحقه. يعني اليوم اذا بده يكون مثلا الحزب لنقول قرر يشعل الجبهه، اذا طلعنا انا وياك وكل المعارضه وقلنا له لا تشعل الجبهه، ما حياخذ براينا هو اساسا، هو ما حياخذ براينا، هو جزء من مشروع، وهذا المشروع اليوم عنده تهديد وجودي. فشو ما كان رايي ورايك وراي غالبيه او كل قوى المعارضه لن يكون مؤثرا. اليوم الوضع نشوف كيف بدنا نقدر نحصن لبنان بالداخل في حال صار في حرب، نظهر منها باقل خسائر ممكن. طيب حكينا عن، بلشنا حلقتنا بسؤال في حرب او في حرب، كيف تتوقع ان تنتهي هذه الحرب في حال اندلعت؟ في ممكن هيك ما حدا بيقدر. الشيء الوحيد بنقدر نسلم فيه اذا اندلعت انه حيكون في تغيير بالخرائط بالمنطقه كلياتها، الخريطه السياسيه والخريطه، ممكن ان نخرج والخريطه الجغرافيه منتصر ومهزوم. بطبيعه الحال حرب كبرى مثل اذا اندلعت بده يكون فيها منتصر ومهزوم، عشان هيك عم بيكون في محاولات لمحاوله سحب الفتيل قبل الانفجار، لانه اذا انفجر الفتيل ما في فيها المره، يا في منتصر وفي مهزوم، وفي خرائط ستتبدل بالسياسي وبالجغرافيا، يعني الجغرافيا تتغير وتنعكس على السياسي، من بيكون من يفوز ومن يخسر ما حدا بيقدر يحذر، ما حدا بيقدر يحذر، وما في حدا يستخف بطرف، يعني ما في طرف يستخف بالثاني وكلهم بيعرفوا هذا الشيء. يعني
عنوان الحرب كان مخيم على حلقتنا، بنرجع بنقول ان شاء الله طبعا ما تندلع الحرب، وان شاء الله يقدر لبنان يتجنب طبعا هذه الحرب، وان شاء الله يعني ما بعرف اذا بعد بنقال يعني ان شاء الله تنصف القضيه الفلسطينيه بشكل من الاشكال، ما بعرف اذا بعد لا القضيه الفلسطينيه مثل ما كنا عم نحكي هي عماد الاستقرار بالمنطقه، مهما يعني حاول ضرب القضية الفلسطينية بلا حل عادل للقضية الفلسطينية، والحل الأمكن اليوم والممكن هو حل الدولتين وهو أكثر واقعية، بس ولا مرة كانوا العرب عم يرفضوا حل الدولتين، عم يرفض حل الدولتين وهذا الجانب الإسرائيلي يلي اليوم شفناه شو عم بيعمل بغزة، يعني ضربوا بهيدي الطريقة لغزة، هم حاولوا القضاء على حل الدولتين، يوم على الدول العربية أن تحمي أول شغلة بقاء قطاع غزة وفي مرحلة لاحقة إذا بده يكون في مفاوضات إلى ترسيخ حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين مثل ما بتقول مبادرة السلام العربية. نعم، الكاتب في موقع أساس إبراهيم الريحان، شكرا لك. مشاهدينا لهون بينتهي حوارنا، إلى اللقاء.